بس ده ميت بقاله 9 سنين. انت فاكره انك لما هتقولي لي انه ميت هرتاح؟ حطي نفسك مكاني. تخيلي اني كنت مرتبط بواحده قبل جوازنا ولسه بشتغلها. بس ده ميت. عايش او ميت مش فارقه. اللي بيفرق انه لسه بيجي على بالك، انه لسه بيوحشك، حتى لو بينك وبين نفسك انك لسه بتزوري قبره ومن ورايا زي الحرميه يا مريم. حطي نفسك مكاني، كنت هتحسي بايه؟ أنا بحبك أنت، ولما اتجوزتك اتجوزتك أنت مش هو. عشان هو مات. بس لو كان عايش كان ممكن تتجوزيه، كان ممكن تجيبي منه العيل اللي مش راضي تجيبيه مني، صح يا مريم؟ مش صح. أمال إيه؟ ملهوف على زيارته ليه يا مريم؟ اتكلمي يا مريم. مش عارفه اتكلم، مش عارفه اتكلم. رامي مات في حادثه وكان ممكن اكون انا كمان ميته معاه، بس اللي حصل هو مات وانا عشت. ساعات بحس ان هو مات بسببي. وساعات بحس ان هو مات عشان انا عايش. قلت اقل حاجة لما ارجع مصر بعد السنين دي كلها ان انا ازور قبره عشان اشكره واتأسف له. كنت خايفة منه حصل. لا لا ما تغلطيش الأوراق يا مريم. أنا زعلان عشان خبيتي عني مش عشان مش فاهم. أنا ممكن أفهم حاجات كتير، بس إنك تتصوري إني مش هفهمك لو حكيتيني دي بقى مش هقدر أستوعبها.